اول حاجه بيظبط كمان مستوى السكر في الدم، بيحسن لي من حساسيه الانسولين، بيقلل مقاومه الانسولين. لما يكون عندي فاكهه الفركتوز فيها اعلى من الجلوكوز والسكروز، ده بيديني مؤشر ان الفاكهه دي مش هترفع لي سكر الدم على طول، عشان مؤشرها السكري هينزل. على عكس بقى لو انا باخد فاكهه الجلوكوز فيها والسكروز اعلى من الفركتوز، فبالتالي هيرفع لي سكر الدم على طول، لان مؤشر السكري بقى عالي. طب يا دكتور، احنا شايفين احمر واخضر، هو في فرق ما بين الاتنين ولا الاتنين زي بعض؟ لا، في فرق ما بين. اهلا بيكم. طبعا كلنا عارفين المقولة الشهيرة عن التفاح: تفاح يوميا تقينا من أمراض القلب والسكتات الدماغية والجلطات، ربنا يعافينا جميعا يا رب. ولكن بداية جديدة لازم تضيف. هنضيف ايه بقى؟ ان التفاح طبعا كلنا عارفين هو غني بمضادات الأكسدة، وعارفين برضو أهمية مضادات الأكسدة وبقيته أساسية، وفاهمين يعني ايه مضادات أكسدة، ولكن غني بحاجتين مهمين جدا من مضادات الأكسدة: البوليفينول والبايفلافونويد. البوليفينول ده من اقوى مضادات الاكسده. اول حاجه بيظبط كمان مستوى السكر في الدم، بيحسن لي من حساسيه الانسولين، بيقلل مقاومه الانسولين. التفاح فيه البوليفينول اللي لو حد عنده مشكله في مقاومه الانسولين هيبقى من الحاجات اللي بتحسن حساسيه الانسولين وتقلل لي مقاومه الانسولين. ايه تاني؟ البايفلافونويد من اقوى مضادات الاكسده، بنسميه سوبر انتي اوكسيدانت، قوي جدا. يعني لو بنقول فيتامين اي مضاد اكسده وفيتامين سي، لا، البايفلافونويد من اقوى مضادات الاكسده. ضيفوا بقى على الكلام ده ان القشره الخارجيه اللي معظم الناس بيتخلى عنها، اقول له لا، لازم تاكل التفاح بالقشره. ليه يا فندم؟ طبعا الالياف اللي موجوده من التفاح من الحاجات المهمه جدا اللي بتظبط الجهاز الهضمي، اللي بتدي احساس الشبع حلو قوي، اللي بتبطئ لي من افراغ المعده، فبالتالي احساس الساتايتي او احساس الشبع بيزيد. النوع الالياف اللي موجوده في القشره الخارجيه اسمها البكتين. البكتين ده يا عيله بنسميه غذاء الميكروبيوتا. طبعا في بلايين من البكتيريا عايشه في جهازنا الهضمي، في منها حميد وفي منها خبيث، في بكتيريا نافع وفي بكتيريا ضاره. انا بدي غذاء البكتيريا النافعه، اللي الناس اللي بتبقى مدمنه اكلات ان هيلثي بتلاقي دايما سعادتها مرتبطه بده، لان هي بتغذي البكتيريا الضاره. لكن البكتين هو غذاء البكتيريا النافعه، فبالتالي انت بتظبط صحة الجهاز الهضمي، وده دايما بنسميه عقل تاني هو اللي بيتحكم فينا. كمان التفاح فيه البوتاسيوم. طبعا لما احنا بنقول بوتاسيوم يبقى عني ضغط الدم، فبالتالي هيقلل لي ضغط الدم، بلس كمان هو بيقلل ال LDL ويزود لي ال HDL. نقطة بقى نقف هنا عندها شوية حلوين: التفاح فيه فركتوز اعلى من الجلوكوز. يعني ايه؟ يعني فركتوز اعلى يعني اذا مؤشر سكري قليل، يعني مش هيرفع لي سكر الدم على طول. ولما الفاكهه يكون فيها جلوكوز اعلى وسكروز من الفركتوز، معناها مؤشر سكري عالي ويرفع لي سكر الدم على طول. تاني بالراحه يا عيله: لما يكون عندي فاكهه الفركتوز فيها اعلى من الجلوكوز والسكروز، ده بيديني مؤشر ان الفاكهه دي مش هترفع لي سكر الدم على طول، عشان مؤشرها السكري هينزل. على عكس بقى لو انا باخد فاكهه الجلوكوز فيها والسكروز اعلى من الفركتوز، فبالتالي هيرفع لي سكر الدم على طول، لان مؤشر السكري بقى عالي. وصلت؟ التفاح الفركتوز فيه اعلى من الجلوكوز والسكروز. ضيف على ده طبعا الالياف اللي بتدي احساس الشبع، فبالتالي مش هترفع لي سكر الدم على طول. حلو كده؟ طيب يبقى بقى السؤال: هل التفاح مناسب لمرضى السكري؟ اي نعم، التفاح مناسب لمرضى السكري. التفاحه بتديك حصه من النشويات، 15 جرام من النشويات. طب يا دكتور، احنا شايفين احمر واخضر، هو في فارق ما بين الاثنين ولا الاثنين زي بعض؟ لا، في فارق ما بين الاثنين. هما ليه دايما بتوع الدايت يوصفوا الاخضر ما يوصفوش الاحمر؟ عشان هنا الياف اكتر من الاحمر. مش بس كده، السكر هنا اقل من الاحمر. النقطة بقى التانية ان الاحمر مضادات الاكسدة بتاعته اكتر من الاخضر. طب وبعدين ناكل اصفر يعني او احمر ولا ناكل ايه؟ كله الاتنين، فروقات بسيطة. ده هتاخد منه فوائد وده اكيد هتاخد منه فوائد، او لو انت اوريدي بتشتري ده وده تمام زي الفل. انا يهمني ان انت كده تبقى فهمت
التفاح فوائده ايه، وان انت تدخله من ضمن النظام الغذائي بتاعك. تفاحه يوميا تديك 15 جرام من النشويات، ولما ناكلها ناكلها بالقشره بتاعتها مش نقشر القشره. كده حلقتنا خلصت، اشوفكم في حلقه جديده مع بدايه جديده، واللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.